السلام عليكم. حبيت أعمل هذا الفيديو مشان ما حدا يوقع بنفس المشكلة اللي أنا وقعت فيها. عندي إضاءة السيارة كتير كتير ضعيفة، يعني بالطريق لما يكون بالليل في الأرض مي على سبيل المثال، وهذا بيسبب انعكاس للضوء على الأرض. السيارات اللي بتكون جاية قبالي الضوء تبعيتها كمان بينعكس، وخصوصا إذا كان أقوى من الضوء تبعيت سيارتك أو سيارتي مثلا، فما بيعود واحد بيشوف شيء. فأنا قلت بدي أجرب بدل اللمبات اللي هن الهيد لايت، يعني الستاند أبليشت. فشفت كذا فيديو على الإنترنت مقارنة مع عدة أنواع، الأوسرام والفيليبس، وفي منهم طبعا عدة أنواع. لقيت هذا النوع باليوتيوب، في حدا عامل عليه يعني ريفيو إنه الإضاءة تبعيته جدا ممتازة حسب التصوير اللي مصوره هو. فأنا وصلوني اليوم الأضوية، فبدلت وحدة وخليت وحدة أورجينال. فهي الإضاءة، رح فرجيكم كيف بعد ما يعمل فوكس. اللي على اليمين، اللي على اليمين الشاشة، هاي الجديدة، واللي على اليسار هاي الأصلية الأساسية. فما في فرق نهائيا بقوة الإضاءة، الفرق بس إنه رأس اللمبة مطلي باللون الأزرق فبيعطي أبيض شوي فقط لا غير، مع العلم إنه هاي اللمبة 130% إضاءتها لازم تكون زيادة عن ضوء الشمس. فللأسف ما اختلف شيء، اللمبات هدول تبعت الهيد لايت نفس الشيء. فأنا راح أجرب الـ LED اوكي، وشوفكم بالفيديو الجاي ونشوف المقارنة مع الـ LED ومع اللمبات اللي هي هاي العادية، الفيليبس او اللمبة الاصلية الاساسية تبعيت السيارة، اللي بظن هي اوسرم على ما اظن اللمبة الاساسية تبعيت السيارة. شكرا للمتابعة، لا تنسونا من الدعاء.